الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من أغاني ومعاني. نتمنى لكم وقت جميل ومتابعة شائقة لهذه الحلقة التي أيضا تتمتع بخصوصية لصوت عذب، صوت طروب وشجي. هو أستاذنا الفنان الكبير القامة عبد الوهاب الصادق، حيكون إن شاء الله ضيفنا في هذه الحلقة. بداية برحب بكل الكوكب معاي، العازفين على الإيقاعات وأيضا الكورس والإخوة الفنانين المبدعين كلهم، أستاذنا الأمين، أستاذنا الجيجير أحمد محمد عوض، ضم لنا اليوم كمان الجميل محمد بشير، رماز ياسر، كلكم مرحب بكم. أستاذ عبد الوهاب مرحب بكم، مساء الخير، ومنور الاستوديو. طبعا هو معروف بالابتسامة المعهودة، ونحن دائما بنعرف انه الابتسامة هي جواز مرور على فكرة في كل المواقف اللي بتطرأ على الانسان. طول ما الانسان كان مبتسم، كل ما انت مشيت لأي خدمة بتقدم لك بصدر رحب وسريعا، لانه الابتسامة عنوان بارز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فنحن بندعوكم للتصدق بالابتسام عبر هذا اللقاء وفي كل ثانية وكل لحظة من حياتكم. مساء الخير مرة ثانية لكم كلكم، وإن شاء الله نحن نرتحل للجزيرة الخضراء. الجزيرة فيها مناطق يعني عدة مختلفة متنوعة، لكن الطابع المميز لكل قرى الجزيرة وكمان مدني، لأنه مدني دي هي مفترض كانت تكون العاصمة قبل الخرطوم قديما، يعني برضو كلهم بيتميزوا بالخضرة وبالجمال، يعني استشفوا حاجات من الطبيعة الخلابة دي ومن كمان النيل اللي بيعبر مدينة ود مدني ويأتي إلى الخرطوم ومرورا بكل المناطق حتى يصل كنيل لجمهورية مصر العربية. المهم نحن في الحلقة دي عنوان لقانا ده الابتسامة والصوت العذب الجميل عبد الوهاب الصادق. نحن حنرتحل قلنا لقرية أبقوتة بالتحديد، وحنتعرف عليها إن شاء الله من خلال هذا اللقاء، لكن خلوني أستهل هذا اللقاء بعمل أول. أحمد تبدأ لنا، أحمد محمد عوض هيبدأ بأولى أغنيات الصوت الشجي، صوت العذب الطروب الجميل عبد الوهاب الصادق، تفضلوا. Do me a name, Messiah.
شكرا يا احمد محمد. عوض استهلاليه جميله استاذ الامين واستاذ محمد حسن الجقر. يعني الدنيا والحبيبه الاثنين اجتمعوا بعد قبل انك ترجع انت واقع بقت نساية والدنيا قساية يعني الاثنين، بس بعد كده يقوم الصبر الحاله صعبه بعدين بعد كده يقوم الصبر ما في شيء. الاثنين ديل الاثنين صعبات خلاص نقابل انك، لكن احنا ربنا ادانا كمان يعني الوضع تحت الصبر بدنا نصبر وبعدين بعوضنا ان شاء الله. أيوة انت عايز تقول شنو في الاغنيه الجميله والله انا اول شيء يعني بحيي الغامة استاذ عبد الوهاب صادق وعبد الوهاب طعم احد رموز الفن الشعبي. يعني اول من عزف اشتغل غنى بالمندلين هو اخونا ابراهيم خواجر بحييه هنا، لكن اول من يعني ظهر صيت المندلين واخذ هيبته اخذ مع الجيتار عبد الوهاب صادق. المندلين بالتحديد لما كل الالات موجوده من قديم الزمان، اما المندلين لما دخل اخونا ابراهيم خواجر بحييه هنا، لكن ما اخذ قمته وهيبته الا في عهد استاذنا عبد الوهاب صادق. ثم اتوا اخرين الرموز مثل نور الجيلان وحسين شندي والى اخره، نسال انه مدرين، لكن هذا الرجل له الفضل في هذا المجال يعني. نعم. اما هذه القصيده طبعا هي قصيده شاعر اخونا مكاوي الشيخ الامين ورئيس صديق بالنسبه لي شخصي وكان جاري في 13. عندها قصه طبعا هو يمكن حاصل نفس الظروف حصل استاذ عبد الوهاب صادق. اخونا مكاوي طبعا القصيده بتوضح قصته ذاتها. هو ماشي في شارع النيل بالليل، جاء واحد يقلع منه الساعه دي، فمسك الساعه ودفره من الكورنيش البحر، وظل واقع للصباح يعني بقت سبب فانه جسمه شله كله. وبعد طبعا ذاك اذا كان انه محبوبه خطيبه طبعا الظروف تغيرت. صحيح. وتكلم عنه محبوبته وعن الشيء اللي حصل له ظهره يعني انه ايوه يعني هو بين انه ما في مبادئ في الحب هنا يعني لانه والله طبعا سكريت بقت يعني مكه انا بحييه لانه انت لما تحب زول تحبه على الحلوه وعلى المره يا الجيل. والله على الحلوه دي طبعا يعني تنبه هي حاجه هسه في المجتمع يعني ظاهره بتاعت انه كثير من النساء يعني بيتخلن عن ازواج في حاله الشده، وهي مفترض في حاله الشده تكون قدر المسؤوليه، لكن ده كان دي مرحله الزواج. نعم. ومرحله انه انت خلاص عندك زوج وولادات وبقى في رباط مقدس كبير. لكن اساسا انت انا لسه حبي معاك كده ببني فوقه تقوم تتشلى ما اظن اقول انا لا والله في ناس في اي الناس ما واحد اذا هي فعلا كانت مريده بمعنى الكلمه هي ذاتها كانت الاثر ده كان يشلها هي ذاتها وان شاء الله تكون ذاتها تشلت. عموما هو طبعا زوجته من الزيات أيوه يعني زوجته الآن اللي هي موجودة خلف الكواليس، هي موجودة معنا في الاستوديو لكن خلف الكواليس يبدو علي أنها عندها الوفاة، لأنه دائما بتلازم أستاذنا الجميل عبد الوهاب الصادق. أنا في الحلقة دي برضو عايز أشرك الطيب علي، هو واحد من الكورس الجميلين وعاصروا واحتك به، عايزك شوية تدي المشاهدين نبذة صغيرة عن منطقة أبو قوتة. يعني الكل بيعرف أبو قوتة، أنا أعرف أبو قوتة لكن ما سجلت لها زيارة أعرف تفاصيلها، يعني في مدخلة في مسجد في سوق صغير، وصف لنا المنطقة اللي جابت الصوت الحلو الندي ده. شكرا جزيلا وكل عام أنتم بخير رمضان عليكم كريم. منطقة أبو قوتة هي محلية طبعا تتبع لولاية الجزيرة، محلية الحصحيص، هي وحدة إدارية. أيوة. لها سوق كبير جدا طبعا. من أكبر أسواق بعد المناقل في غرب الجزيرة. أيوة. اللي هي متاك لجبل أولي. من جبل أولي بالضبط حوالي 35 كيلو متر. الطبيعة اللي فيها شنو يعني الناس تهتم فيها بالزراعة؟ والله مو أساسا الناس زراعة. قوتة كلها زراعة، ما بيزرعوا القمح والعيش وبعدين فيها تجارة كبيرة بتاعت بهايم. أيوة ما هي الجزيرة الخضراء معروفة انها كلها لكن متاكلة للجبل اولي والقطينة. جبل اولية والقطينة الاستاذ طبعا يعني غرب الجزيرة. الاستاذ مولود سنة 46 للميلاد. اتولد في نفس المنطقة دي. هو طبعا اصلا مسقط راسه المحمية جعلي المحمية ابوه على شندي كده ابوه تجارة في منطقة بدا بجبل أولي ويا أبو قوتة عمل تجارة هناك ويتولد عبد الوهاب ده هناك. اللي هو طبعا عبد الوهاب ده مسمى لعبد الوهاب الشيخ عبد الوهاب قرجة عبد الشيخ الكباشي. ايوه هم سموته عليه هو طبعا الوقت ذاك الشيخ الخليفة كان قاعد في بانت. ايوه لما ابتدى يغني هناك بداية حياته في أبو قوتة، جت تم حياته هنا في بانت
قعدته هنا مع الشيخ. بعدين احنا هنرجع ما هنحكي القصة كلها، هنرجع بعدين نتحدث عن بانت ونتونس معاك، لكن عايزين برضو نغني محمد محمد بشير اي تسمعنا اغنية.
شكرا شكرا محمد بشير. مرة ثانية بنجدد لكم التحايا من استوديو أغاني ومعاني، وبنجدد التحية للصوت الندي الطروب أستاذنا عبد الوهاب الصادق، منورنا عبر هذا اللقاء من استوديو أغاني ومعاني. هنا في معاني كبيرة، يعني في فتحة وفي كسرة بتغير المعنى تماما. يعني آن حمامي، وناح حمامي. أنا هو في تشاؤم، لكن ما بعرف لون الحمام شنو اللي بيتشاؤموا به. يقول لك الحمام اللي بينوح هل هو أكيد ما حيكون الأبيض، لأنه الأبيض ده عنوان المحبة والسلام. وآن الحمام هو الموت. يعني تفضل شوية. طبعا هو يعني الشاعر يعني هو متشائم ومتفائل. آن حمامي معناه آن وقت أجلي يعني. والنواح طبعا النواح أصلا مربوط بالحزن والأسى. يقول ما دام ناح حمامي معناه يكون يا غراب. الطيور مكروهة يا بومة يا حزين. لكن في الآخر في تفاؤل يعني في آخر القصيدة. أيوة. شكرا برضو مع أنه جنعان يعني شكرا يعني اقتنع بالسلام لك بهدي سلامي خلاص. يا سلام. برضو ما يعني ما في أمل. لكن دفعا تجانس بين 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 اللغة في اللغة طبعا. يعني بعدين هو ذاته اختياره الأستاذ. نعم. يعني اختياره للأغاني اللي غناها اختيار محمود فلاح يعني اختيار أحمد إبراهيم فلاح. أحمد إبراهيم فلاح يعني. نعم. هو اختياره للكلام اللي بغنيه تحس وكأنه بعيش القصص دي. لأنه لو دققت في الأغنية الأولى والأغنية الثانية بتجد في يعني في تسلسل في الكلام. ويعني هو ماشي في إطار. أستاذنا الجقر تقول شنو في آن حمامي؟ والله زي ما قال لك الأستاذ اللمين يعني إحنا الحمام عرفنا أنه هو الهديل عند الحمام. إنما النوح والبتاع ده بيجي للحاجات عرفنا نستشمه بها. رغم أنه الغراب ده ورانا ندفن موتانا كيف وحقه نشكره ونعمل له تمثال. الغراب نبيه. أيوة جاء ورانا لما هابيل وغابيل وحصل المسألة دي وحكاها القرآن الكريم. فورانا يعني إحنا نواري جسم الزول كانت تأخذ كيف لا مشبقه الناس استشموا العرب يشوفوك يقوموا يمشوا بالماشي الغريب يعصروا شرق وبتاع. لكن جاء التلاعب بالألفاظ ولزوم ما لا يلزم الشاعر حاول يعني يتلاعب في المدخل الجميل ده وفعلا توفق رغم أنه زي ما تقولت فيها التشاؤم بتاع. لكن الناس بشوف حمامي وحمامي بالكسر ودي اللغة العربية وبحرها أو محيطها. أيوة كبير. معانيها جميلة فعلا وكبيرة. أيوة. سبحان الله يعني غلبونا أستاذنا الصادق فيه الحزن يعني. يعني مسكت مثلا قصيدة ثاني حي موسى من بعد ما فات الأوان برضه في نفس النمط. أقوم اللي جاي يعتذر بترجع أيام من الزمان من وين يجيب لك العذور اللي حصل نفس المعاني مربوطة قطعة. صحيح. دولاب طبعا له فضل في نشر فنانين كبار جدا ما زال. أيوة. يعني صحيح. هو غنى في وقت رموز كبيرة ما كانت موجودة. صحيح. وكان الغنية طلع عبد الوهاب وغنى باقي الفنانين كلهم. وكان يعني هو زول بيطلح يوميا حفلات يعني. نعم. كان نجمي نجمي يعني نجمي. نعم. ملك الساحة متسيد على الأستاذ على الضخم على الجميل الحفلات. الرجل الحنون ده تمنيت أنا كبيرك الشاشة تجيب لنا كده الناس يعرفونا. في ناس نسوه كنت قاعد في الفيس يجيبوا لنا كده ناس الكاميرات الراغيين ديل عشان يعرفوا يتذكر عبد الوهاب الصادق بشخصيته وبجماله وبزوجه وبحنيته دي. ايوه ان شاء الله هم حياخدوه كتير. هو نعم. الان على ما كلمينا الزول ده رائد على رائد زي ناس كرومه وزي ناس رولان جبه لبنه خدت لبنه. نعم. كل الجماعه اللي بيغنوا ديل تغفوا اثر هذا. أيوة. الرجل وجبه لونيه قلنا جاء من الجوته جاء بانت وسموه يا الطيب علي سموه عبد الوهاب بانت. أيوة. أيوة. كان ساكن في بانت يا تشريق ولا بانت شريق ولا غريب شريق. كان بيسكن مع ناس على العقيلي في منطقة بانت. حسن عباس العقيلي. عائلة فنية تحب الفن ولا عنده علاقة مثلا؟ والله هم الناس اللي هون علاقة بالفن ومو طبعا تحب الفن. منطقة دي منطقة ناس فوز المرضي و. أيوة. فتح المرضي ودل كلهم. وبعدين كان بيسكن هناك الكورس اللي كان قبلنا احنا اللي هو حسين والدليماني. كان عنده علاقه بين اسامين الطيب بيعملوا غرباتهم في ميدان الشعله والمنتصر. حلق علاقات كبيره جدا في كل البن ده في يوم كان ساكن في بانت الشرق وناس القرح. وكانت المنطقه ما يعني بانت ربنا حباها باصوات جميله ورنانه وراغيه وبالكوره وبالقدم وناس تجرق ودل كله باللمين ده كنت امشي هناك القائمه بالطول للمبدعين. أيوة في بانت سواء كان بانت شرق او بانت غريب. نحن نرجع نسمع رماز
الماس حنسمعك ونرجع نتونس ونشوف. هو نافس منه على فكرة، هو كان منافس خطير في السبعينات لفنان معين، ربما برضو هو من مظاليم الفن. بعدين أنا حافصح لكم عن اسمه، فنان جميل وصل للناس بصوته بالأداء حقه، لكن للأسف الشديد يعني انحسرت الأضواء أنه لسنين طويلة. لنسمع ريماس سلام. شكرا يا ريماس. الاستاذ قال يا سلام، دي يعني مبسوط يعني من الاداء ومن الغنى. احنا بنواصل معاكم طبعا. هو على فكره هو من المؤسسين لدار فلاح استاذنا عبد الوهاب الصادق. ودرينا نتكلم كمان عن يعني الزهور، يمكن ثقافه الزهور دي عند السودانيين ما كثيره، او ما يعني الغالبية العظمى ما بتميل لإهداء الزهور للمرضى وللحبايب، لكن الآن زي في انفتاح وفي يعني كثير من الناس الآن، وفي محال لبيع الورود الطبيعية في الخرطوم. يعني دي نقلة كبيرة، نقلة كبيرة جدا على فكرة. وشوف هو يعني الفلاح، نحن بنحيي كل هذه الأسرة العريقة. وده نتكلم شوية عن الزهور وعن الحبايب والهدايا، يعني في زمن سابق يعني كان شنو الحياه، شايلين الليل قلبوه نهار. نعم طبعا، يعني في الوقت ذاك ما كان في معرض الزهور، هسه بقت الدنيا تغيرت. يعني هسه بقت معرض الزهور ومهرجان الزهور وحاجه زي دي. انا افتكر دي نقله متطوره جدا وحديثه جدا. افتكر قصيده حقت محمود فلاح،
محمود فلاح خرجت من المستشفى وجو حسن نواز عائلات اللي من ظهور في المستشفى هناك زاروا هناك وقام عمر القصيد حبيبي الحبيبين اهلا جواني الحين زي دايما يزوروني هو بيختار اعماله كيف يعني انت طبعا لصق به وقاعد يختار الحاجات دي كيف الاستاذ عبد الوهاب الصادق اللي بغنيها هو واللي استطاع انه يوصلها للناس يعني بشكل جميل يعني والله عبد الوهاب كان عنده يعني بيستشير بيعمل ورش لحاجات عنده ورش كان بيعمل ورش انا ورشه فيها تجانا حاج موسى وفيها بحر شاعر بكر النعيم حيوم هنا في الغايره وكان معنا بابكر محمد المرحوم بابكر محمد احمد الله يرحمه ده هو عنده احلى التصافي كان بيعمل جلسات وبيقابلش ويختار اللي قبل ما يتصل للاعلام يعرض على اللجان بتاعته بكر النعيم حظي بانه يغني له اعمال ولا ما اداه اعمال غنى له المضاعف سنين معك بعد سنيني لكن طبعا ما ضاعت سنيني هو طبعا مقيم في القاهرة أكثر من 30 سنة في مصر الجديدة نحن بنحييه رجل راقي جدا على فكرة 2011 أنا سجلت له زيارة في شقته كان هو صديق شخصي لدكتور حمد الريح ويمكن بمناسبة الزهور نحن لما ماشيين حمد الريح كان عامل عملية في عيونه نحن مجموعة معانا دكتورة سارة عوض من بحر الكدرو فكنا يعني محتارين انه الهديه اللي حنوديها شنو يعني لحمد الريح في شقه بكري نعيم فاتفقوا في النهايه انه يشتروا باقه بتاعت ورود وكانت فعلا باقه كبيره يمكن دكتور حمد الريح بيذكرها لو متابع هذا اللقاء نحن بنحييه ومره ثانيه بحيي بكري النعيم لانه برضه الرجل ده رجل جميل على فكره وشقته مفتوحة لكل السودانيين خاصة الطلاب يعني كل المشاكل كل المبدعين وكل المشاكل اللي بتواجه الطلاب برضه هو بيتصدى له علاقاته على مستوى في جمهورية مصر العربية عايز تقول كلام قبل ما نمشي نسمع محمد والله دار أقول كلام دائما الذول المحب ده الدونية يعني أنا شخصيا لو في محلته ما بقول حلوين زي ما قال بيجوني ليه جوني أنا ما كنت حلو ما كان جوني لكن حلوين زي ما قال بيجوني ليه جوني أنا ما كنت ذات حاجة سياحية كده حلو ما بجوني فدائما لكن المحب ده هو في دونية وقاهر وحاقر برقبته صحيح حلوين زينا ما قاعد بزوري لما يقولوا بزورك مالك التككو مالك ده عاطفتك وانت إنسان جميل وفنان ومبدع يجوك انكسر رقبته وبيجيبوا بيجذبهم شنو الفن الكلمة الشكل السياحة السلوك الأخلاق الأدب الجمال ده كله بيجون لكن ما قال يجوني ليه بجوني الله يجوني دايما لكن دائما الانكسار والضعف يا أمام المحب المحب أيوة. من الطرفين على فكره يعني مرات حتى الفتاه ممكن تضعف امام عشيقه او حبيبه وبالمقابل هو بيضعف يعني ممكن بعد ذاك في تنفيذ أيوة. طلبات كثيره بيكون في مرحله العشق والهوى أيوة. الجميل نسمع احمد قبيل سمعنا محمد
محمد محمد عوض بنواصل معكم هذه الحلقة وضيفنا اللي مشرفنا عبر هذا اللقاء أستاذنا القامة عبد الوهاب الصادق، رجل رقيق وجميل، يعني لو ما رقيق رقيق، لأنه من خلال كلامه أنت الإنسان بتعرفه من خلال اختياراته. على فكرة الاختيارات اللي بيختار الأغنيات اللي بيغنيها يعني تحسها يعني من زول فعلا جواه جميل، جواه حساس. فنحن برضو بنحيي الشاعر الجميل، يعني هنا لقاء لقاء بتاع محبة شديدة يعني. نعم. أستاذنا التيجان حاج موسى لو حبايب زي ما بتقول كلماته وألحانه مع الصوت اللي استطاع أنه يصلوا إلى القلوب بدون استئذان. تقول شنو عن لو حبايب زي ما بتقول يعني، وكأنه سؤال هو. وطبعا يعني مثل قال لك كل إناء بما فيه ينضح. التياني كأنما فصل شعر الأستاذ عبد الله صادق، يعني نفس التياني ما سوى، يعني أنا ما أتكلم عنه كثير عن شخصيته، لكن هو عايش أشياء كثير جدا شكر دواخله بهذا الشعر الحزين. وأنا حكى له شخصيا يعني عشان ما أقدر أقوله في التلفزيون، لكن يعني دواخله طلع في الشعر ده وفصله وداني أخوان عبد الله صادق، وجاي يكون الأستاذ برضو عايش نفس الشعر يعني. فقالوا بين القلب والقلب رسول يعني. صحيح. التجاني حاج موسى معروف برضو يعني هو رجل جميل، رجل حساس، رجل رقيق، يعني حتى يعني استقباله لكل شخص في المجال وكأنه أنت أقرب الناس له، أنت تحس أنه أنت أقرب شخصية رقيق وجميل، وبرضه الابتسامة ما قاعد تفارقه زي أستاذنا عبد الوهاب الصادق. نحن لو تكلمنا برضه رجعنا للطيب علي مرة ثانية. الطيب علي قبل نحن تحدثنا عن اختياراته، أنت قلت هو بيتأنى في الاختيارات. أنا قلت قبل في كان صوت يعني بدأ ينافسه في الوقت ذاك في الحفلات اللي هو أستاذنا الجميل أبو عبيدة حسن. نتكلم عن المرحلة دي بالتحديد. هو كان طبعا متسيد الحفلات في الخرطوم وغير الخرطوم، الكلام ده سبعينات، تكلم سبعينات أبو عبيدة حسن، سبعينات تمانينات. أبو عبيدة ما كان منافس، أبو عبيدة ظهر قبل عبد الوهاب، الإعلام ظهر قبل عبد الوهاب، بس كانوا منطقتهم واحدة، ده في بان الغريب وده في بان الشريف. لكن مع أبو عبيدة في الإعلام. أبو عبيدة حسن لا، أبو عبيدة حسن برضو في الثمانينات كان. لا ما 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 بيوت الأعراس وظهر قبل عبد الوهاب. أبو عبيدة ظهر قبل عبد الوهاب. لا ظهر، لكن أنا بقول المنافسة يعني كانت على. منافسة كانت بين. هو ما بالضرورة أنا أصهر أول عشان أكون أنا اللي أكثر قابلية أو منافس، يعني أنا ممكن أصهر أول لكن إيه ثاني صوت الفترة ينافس بتاعت يعني. الفترة بتاعت عبد الله الصادق هي كمال ترباس وعبد الله الصادق وحمود علي الحاج، ممكن محمود سبقهم شويه، لكن الفترة اللي فيها منافسه كانت عبد الله الصادق وكمال ترباس. دي المنافسه المنافسه بين الاقرب الاقرب. انت حته ابو عبيده حسن دي شويه عايزك تفيدني فيها، لانه انا اعلم تماما أيوة انه هو كان في بيوت الاعراس مسجل حضور بشكل كبير جدا زي ما كان استاذنا مسيطر. لا ابو عبيده صح، لا ما في صادق، لكن هو ده انا بكلم على اختلاف المدارس. مدرسه ترباس ومدرسه الاستاذ لو محمود علي الحاج تكاد تكون كومبوني حاجه كده معروفه براها. انما ابو عبيده حسن كاد ان يكون ظاهره. الطنبور ده من برمان والسودان تعامل معه باعتباره حاجه بتاعت ريف. أبو عبيدة اقتحم بها الملازمين واقتحم بها بحري واقتحم بها المسالم واقتحم بها الدلبنة، وصوت جميل ويعني كان أداء متفرد وقدر يفرض نفسه وخلق منافسة مع نفسه. أبو عبيدة حسن يعني الناس كانت بدهاية تشوف حفلاته والألحان بتاعته، ورجل لا يخلو من الموهبة، لا أقول موهبة. وبعد ذاك مدرسته ما في زول دخل معه وقال بنافس ده، لأنه كان خطر، كان حدته براه، لأنه كان تقريبا لظاهرة أتم من أنه زول فنان مغنى عادي. أنا طبعا قصدت أنه في بيوت الأفراح، أنا ما قصدت المنافسة بين الأستاذ عبد الوهاب وبين أبو عبيدة حسن، لكن أنا قصدت في بيوت الأفراح لأنه كان مشكل حضور كبير جدا أبو عبيدة حسن في مطلع الثمانينات. نحن بنحيي كل المبدعين في الوطن الحبيب السودان، وبنحيي كمان صاحب الابتسام الدائمة صوت العذب الحنون أستاذنا
عبد الوهاب الصادق. وحنسمح ثاني حتسمعنا شنو يا محمد بشير؟ استاذنا ما حشاركنا. طيب انا يعني كلام هون طيب. طبعا عبد الوهاب كان نجم يعني اخر السبعينات والثمانينات دي ما ما ما, ما له منافس. لكن عبد ابو وليد حسن نفس النجوميه صح حقيقه. ظهر باول ما ادخل الكهرباء للسماعه في الـ في الـ في, الـ في الطنبور في الطنبور ابو وليد حسن. وعشان هو تعرف انه كان فعلا ظهر المقلدين كمان عبد الوهاب التازي وعصمت على الله طلعوا ناس بيقلدوه. ده ما عاد توريك شنو انه عنده جمهور فعلا عنده جمهور وغنى وذات وحب وشعر وكلامه والحان راي موهوب جدا ما صار فنان يعني كمان لله لكن فنان متكامل. لكن كل واحد زي ما قلت بيلونيته برا طبعا لكن عنده ملعب برا هم الاثنين في الساحه والله كانوا مسيدين على صراحه ما في شك وما زالوا الاستاذ ما زال هو هو ايوه متسيد الساحه بالشباب يعني عند كل الوسط الفني ما في حلقه من الحلقات في كل الغنوات الا يترنموا باغنيات الاستاذ نعم. عبد الوهاب الصادق. محمد حتسمعنا شنو؟ Bye.
ثانية بنجدد التحايا للشاعر الكبير، الشاعر الرقيق، المرهف، كل العبارات، يعني شاعر نختصرها في كل ألوان الزهور نهديها له، بكل ألوانها، كل الورود في كل العالم. أستاذنا التجاني حاج موسى، يعني والاعتذار، يعني نتحدث عن حتة الاعتذار، هو زي يبدو أنه بعد ما القصة انتهت نقدر، يعني أنا نحن دائما بنقول بغني المغني وكلنا على هواء. أنا لو فسرت أقول يعني أنا كنت بحب واحدة، بعد خليتها مشيت لي واحدة تانية جاءت تعتذر، ما خلاص فات ال... ممكن تكون خلتك يعني بعد ده تكون خلتك ما خلتك انت ممكن برضه يعني ما ممكن شكلها خلتك ما هو ما هو في اعتذار عموما، لو لي انا هي بتعتذر لي لو ليها هي انا بعتذر لها، يعني كل زول بيفسر على حسب حاجات. اتكلم شويه عن الاعتذار الجميل، يعني دائما الاعتذار يقول لك سيد المواقف، يعني زول لما يغلط ويعتذر حاجه جميله يعني والله. ففي في العاطفه برضه انا في المحل ده انا يمكن اختلف معك لك 180 درجه. ايوه 90 درجه. الانسان دائما يكون حذر في انه يعتذر، لا تقع في الخطا، لا تقع في الخطا. الاعتذار ده مساله صعبه 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 ولا يخلو من انكساره، ولذلك الانسان يتجنب في انه يقع في الخطا عشان يقوم يعتذر. لكن اذا كانت الاشياء اللي بتجي عرضا تعتذر وعذرك مقبول، لكن ما بس اللضين دقوا اعتذر لي انا ما قدرت اخذ المنحنى ده. اللضين دقوا واعتذر لي ده مثلا الجيك لا حصل انا كله شواكيش صعبه، شواكيش ثقيله من رزبات، شواكيش ما تعطي ساعتين. انت طالما نحن جبنا الشواكيش الطيب، طبعا انت لصيق الاستاذ ده تشوكش كثيرا. انت شوكش جميل. لا لا انا مش شوكش كثير. لا 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 مشوكشين الشعراء. الشعراء انت ما تحكي لي شويه. ما الشعراء ما انا الليله لما اغني الغنى ده لازم انا احس الفنان، ما بحس الغنى على فكره. ممكن اطلع على الحاجه كده اقول لك انا ما دايره، لكن اطلع على احس انها دي بتشبهه يعني. فانا دايرك تحكي والله لي شويه. والله من بعد هذا الاوان دي انا غايته بتجاني حاج موسى كان في الضرائب، وانا على موعد على ما اعتقد مع زميله ومع زميله حسناوي ما بتذكر. لكن جاء ولقى تجاني ما فيش، اتاخر على تجاني فاتو جاء واعتذر له، قال له يا اخي انا حاطط كده كده. قام قال لي مع هذه الاوان اللي جاي بتعتذر طوالي عمل القصيده دي. بتذكر القصيده اتعملت وليده في مبدا في محطه ابو حنان، نحن كنا قاعدين معه. والاستاذ كيف تحصل عليها؟ يعني هو طوالي وكتبها طوالي في نفس الحال ولحن طوالي الدالي في نفس الوقت، في هو نفس كان حاضر ذاته. هو كان حاضر كان هو حاضر. على الجانب الانساني يعني هو طبعا مشاهدينا الاعزاء عارفين يعني الاستاذ والمرض هو سلطان يعني سلطان. الكل يعلم ويعرف، عشان كده انا بحاول اجيب معلومات عن الاستاذ الجوانب الانسانيه عنده. كلمني عنه كانسان يعني بعيد عن الوسط الفني. والله هو احس انه ما حصل إذا عمل مشكله مع زول او اختلف معه. لا انا احس الاحساس وعمل هو لو بحسه بيعمل مشكله مع زول قبل زي هو نعوه وهو قاعد نعوه باذاعه هنا الاذاعه الجزيرة الثقافه والاعلام الفنان عبد الغابة صادق وفاته كذا كذا وعي. والوقت ده بيعمل في بروه في بيت الشاعر عبد الله شرفي. الاشاعات مرات لكن هو المسامح وهو رقيق جدا وما عنده عداء مع زول. الله يطول عمره. الله يطول وانساني جدا جدا. انت بتغني له؟ قاعد تحب تغني له على انفراد ولا؟ والله انا اجرب بس اغني كلمه عتاب، كلمات الشاعر عبد المرحوم عبد الله شرفي ولحني حوض جبريل. عبد الله شرفي.
انا لو عارف كده كان بحت الشباب ديل اللي كان قفلنا التلفونات وقلنا الحلقه ملغيها. شكرا. طالما في اصوات برضو جميله بتسهر دائما يا اخوان. الانطباع مشكله كبيره. انا برضو لاحظت في المجتمع السوداني كثير من الناس انطباعيين، يعني عندهم انطباع. الانطباع الاول ده خلاص ما هو كورس. انا واحد منهم. الناس دي انت انطباعي. انا انطباعي حس ده غنى وصوته جميل وتطريب، لكن انكسر رقبته ما بيبقى. ده مساعد ياي ما ممكن ياي لو الغيار ما قام بيبقى بحس غنى والله بقوه وبتطريب. لكن انا السودان زي ما انت ذكرتها الشركات لو وقفت اليايات المساعد الياي العربيه بتتكوم يا اخوي خلف الكواليس. ايوه عايز تقول شنو يا عثماني؟ اكثر زول عاش معانا في الدنيا دي ابون عبد الوهاب الصباح في الثورة الحارة السادة. كانوا ساكنين جنبنا هو والمرحوم عمنا برضو احمد الطيب الله يرحمه عوض الجان. يعني الصباح نقوم نجيب الجردل، جردل بتاع الليمون الليمين. ايوه جردل الليمون. برجع نزار اخوي بيجيب الفطور. يعني كنا قاعدين مع بعض. بعدين في جميل لنا على عبد الوهاب ده ما حنسله ولا من اخش التراب. يعني نحن اطفال زمان بنمشي اجازات في القطين. عبد الوهاب ده اكثر دول اشتغل في القطين حفلات. يعني لما نمشي الحفله نبشر له بيبوطنا من يدنا. كان انا كان نزار والي بخلينا جنبه بعد ما الفاصل ينتهي. اقسم بالله العظيم زمان القروش قروش الريال ده كان يعني لما يدوك ريال انت يعني سيد الموقف. يعني انا ريال ودي نزار ريال. فده جميل. انا ما بنسله كله كله اي وقت ان احنا نمشي القطين وهو يكون شغال حفله والله ده اللي بيعمله معانا. ابسط شيء يعني ممكن نقوله في حقه يعني. الرجل الكريم. يعني هو معليش انا يعني اتكلم عن حته ممكن بعض الناس يوجهوا لي صوت لهم. يعني ممكن البعض يفتكر انه برا في لكزس في هامر فده الشيء الطبيعي يعني بالقامه بمستوى الغنى اللي هو وصله. نتحدث عن الحته دي. يعني الفنانين الجميلين ديل يعني عاشوا بسيطين يعني بالرغم من انه حاجات ممكن تملكهم حياه الدنيا. ده يعني والله ده مصن ده كلام مدخل. انا عايز دي رساله يعني رساله. اول حاجه الليله نحن الاله حس الليله الطبله دي العود الكمنجه المزمار اذا ما كانوا هم جعانين وخاويين ومنكسرين ما بدون صوت نغمه. حجبت لك عود مقفل صبط بديك نغمه ما بديك نغمه. وكذلك الكمنجه والمزمار زاهدين. الالات حتى هي عباره عن جمادات زاهدين وطاويين وجعانين. والابتلاءات تجي حسب عزائم الرجال ونفسياتهم. هذا الحبيب وغيره وغيره ربنا يبتلي الرجال حسب درجاته ومحبته له. هناك من الانبياء فالرسل والانبياء سام فانا رجع الناس عبد الوهاب الصادق وابشر بالخير يا ابو اخوان. ابشر بالخير. نحن خلاص في خواتيم هذا اللقاء شاكرين استاذنا عبد الوهاب الصادق على حضورك الجميل والابتسامه اللي ما فارقتك. وان شاء الله يعني ربنا يديك طول العمر وتسمع كثير من الشباب اللي بغنوا اغانيك وتكون راضي عنهم. واكيد انت بتكون راضي لانك يعني رجل هدي ورضي وعذب وجميل صوتك. نحن شاكرين على الحضور لاستوديو اغاني ومعاني وحتى جديد الملتقى. ان شاء الله بكره ان ربنا اراد حنختم بعمل اخير للاستاذ الفنان العملاق الكبير عبد الوهاب الصادق.
معاك الليله يا وين الدارفور بمشي معاك الليله ما حل ما يدور بمشي معاك الليله يا وين الدارفور بمشي معاك الليله ما حل ما يدور بمشي معاك الليله امي قالت لي الليله امي قالت لي الليله بدك تجي بيني الليله بدك تجي بيني الليله عيلتي دار ولا غير الليله بدك تجي معاك الليله وحما تروح معاك الليله اي لقيت فوق السوق الليله لقيت فوق السوق الليله ولا ماني شوق الليله بيقول ماني شوق الليله بحني ماما حقوق تغوص اغاني غروق الليله بالدار بروش معاك الليله ما تدور بمشي معاك الليله الهلال